وما يحدث في الصحافة. أنت خمس مباريات لقيت الدعوة، أكيد بالماضي كان يتابع فيك. نعم كان يتابع فيها جمال بالماضي، قلت لك عنده فيزيون. كاين شي ناس يقول لك زعما ما عندوش فيزيون على الشوبيونات تاع الجزائر. انا توجور كي كنت نلعب لي ماتش وكاع يعطيني كاع النقاط تاعي اللي كنت نقدمها في المباريات، اللي نحيي بهذه المناسبه. وكانت قبل مجيء جمال بالماضي كان كنا من البطوله المحترفه الاولى، ما كانش زعما كان ولا لاعب استدعى قبل مجيء جمال بالماضي. بعد ما جاء بالماضي بدينا نشوفوا باللي زعما راه كاين بعض اللاعبين اللي استدعوا المنتخب الاول. يعني حسيتوا باللي جمال بالماضي يعطي اهميه كبيره للاعب المحلي، حسيتها انت شخصيا عندما تلقيت الدعوه وكان يهضر معك جمال بالماضي في التدريبات؟ شخصيا انا حسيت زعما باللي الناخب الوطني جمال بالماضي زعما عاطي اهميه للبطوله الوطنيه، ولا بريف استدعى شحال من لاعب وكانوا يستاهلوا، حتى هذو اللي جوا اللي استدعاهم زعما كانوا يستاهلوا باش يستاهلوا هذا الاستدعاء باش يكونوا في المنتخب الوطني. اول شيء قاله لك جمال بالماضي عندما تلقيت اول دعوه، واش قال لك بالتحديد في التدريبات الاولى؟ قال لي مرحبا بك في مع العائله تاعك، وقال لي اخدم واذا استاهلت باش تلعب في المنتخب الوطني لما لا،